السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الديجيتال بينتينج، هو ايه وايه اللي يخليه مميز عن الفن العادي، وكمان هنعرف ازاي لونا السكتش ده في الفوتوشوب وخدناه من مرحله السكتش لحد المرحله النهائيه بتاعتنا. لكن قبل اي حاجه احب اشكر الناس على الكلام الحلو اللي بيبعتوه، والله 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 بيساعدنا على الاخر. وانا طلبت الناس اسئله وما شاء الله يعني اسئله بعد كتير، فانا هرد النهارده على اللي هقدر عليه في الفيديو دوت، والباقي ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. لو ما فتحتش الفوتوشوب قبل كده خالص انصحك تشوف الفيديو ده، ده هنا بيطلع حاجه كده يعني فوتوشوب على السريع. بس خد بالك اللي هنقول النهارده هينفع يتطبق على كل برامج الديجيتال بينتنج اللي في الكوكب كله، لان احنا هنتكلم على الخطوات العامه، يعني مش هندخل قوي في تفاصيل كل حاجه زي الظل والالوان والماتيريال، هتبقى خطوات عامه اكتر حاجه. طيب الديجيتال بينتنج عباره عن جزئين، الجزء الاول جزء الديجيتال اللي هو الحاجه اللي ليها علاقه بالتكنولوجيا اكتر من اي حاجه تاني، والجزء التاني اللي هو البينتنج اللي ليها علاقه بقى بالفن، يعني من الاخر كده خلطه الاثنين ما بين الفن والتكنولوجيا. الخلطه دي عباره عن ان احنا بنستخدم الحاجات اللي بتزودني بيها التكنولوجيا، سواء مثلا سوفت وير البرامج زي الفوتوشوب، او هاردوير مثلا زي التابلت الرسم وشاشه الرسم والايباد والحاجات ديت، ونستفيد بيها في تسهيل وتطوير الناحيه الفنيه عن الرسم التقليدي العادي بتاعنا. وده بيكون ازاي؟ ان احنا يكون عندنا مرونة في تعديل الشغل بتاعنا، او نستعين مثلا بصور في شغلنا مثلا، وحاجات تانية كتير بقى ممكن نتكلم عنها بعدين. الخلاصة عندنا الناحيتين، ناحية تكنولوجيا والناحية التانية اللي هي الناحية الفنية، وكل ده عشان يسهل علينا الدنيا. دايما بتحصل مشكلة كبيرة كده اول ما تشتغل ديجيتال، انا واحد من الناس وقعت فيها، اللي هي ان انت مثلا تروح متجه قوي للبرامج وتركز فيها وتركز في ان انت تتعلمها وتنسى خالص الناحية الفنية، وده لان طبعا البرامج في اول تعليمها كده بتلاقيها مبهرة جدا. طيب كفاية كلام، خلينا ندخل على الشغل، يلا بينا. طيب هنبدأ مع بعض. عندنا في الفوتوشوب هنا في السكتش بتاعي طبعا على اللير لوحده متفرغ، بحيث ان انا اقدر احط اي حاجة تحتيه. اللير ديت هسميها سكتش، وهعمل لير جديدة هحطها تحتها، وهغير اسم اللير دي هخليها لوكال. اللير دي هبدأ احط عليها الالوان الاساسية بتاعتي اللي انا هبدأ ايه اشتغل عليها. هروح اجيب البين تول واتاكد ان هي معموله على باث، وابدا ان انا اعمل سيلكشن على الاوبجكت بتاعي من بره او الكاركتر بتاعي من بره. طبعا انا اخترت البين تول لان وولي هو كاركتر ماشين اكتر منه مثلا بني ادم او كرتون او حاجه زي كده يعني. وهنعمل سيلكشن على الاوبجكت بتاعي كله اللي هو الكاركتر، وبعد كده نضغط كوماند انتر او كنترول انتر لو انت على ويندوز، فيعمل لي السيلكشن بتاعتي، وابدا اختار اي لون مش مهم حالا ممكن اعدله بعدين، واضغط كوماند او كنترول طبعا باك سبيس هيعبي لي اللون دوت جوه اللاير بتاعتي. اوكي هروح لللاير بتاعت السكتش واقلل الاوباسيتي بتاعها شويه، وهعلم على اللاير بتاعت اللوكال واضغط على المربع دوت عشان الون بداخل اللاير بس. هنا هعمل لاير جديده وهتك الت واضغط على اللاير بتاعتي بتاعت اللوكال، وهروح على الماسك واضغط عليه فهيعمل لي ماسك على اللاير الجديده، وهغير اسمها خليها شادو، واللاير ديت هي اللي هحط عليها الشادو. والماسك فايدته ان انا بعمل اي حاجه دلوقتي بلون اي حاجه زي ما انتم شايفين، ما بتتلونش بره المساحه بتاعه الماسك بتاعي اللي انا عملته. وهنا هختار الفرشه بتاعتي اللي هي هنشتغل بيها دايما، وهتاكد ان انا معلم على اللير بتاعه اللوكال، وابدا ان انا ايه الون الوان اساسيه للكاركتر بتاعي، اللي هي الالوان اللي من غير تاثير الضوء، من غير تاثير الشادو، من غير تاثير اي حاجه، حاجه كده بلين. ممكن الالوان ديت تبقى يعني نوعا ما مش مظبوطه 100%، بس بعد كده انا ممكن ابدا ان انا ايه اعدل عليها في الليرات كمان اللي لسه هنضيفها. بس قاعدة بسيطة يعني خدها مني، خليك دايما قريب للألوان الجريز، ما تخليش الألوان بتاعتك ساتوريتد قوي، ففي المربع بتاع الألوان دوت هنخلينا دايما في الناحية الشمال أكتر. طبعا أنا اخترت هنا إن لون مثلا الجنزير يكون دارك مثلا، والميتال بتاع الإيد وبتاع الرقبة يكون رايح للأزرق شوية وهكذا. دي اختيارات يعني مبسطة، يعني اختيارات مبدئية للكالر بتاع الإيه بتاع الروبوت بتاعي، وطبعا أنت وذوقك بقى. طيب هنا هبدأ أجرب إن أنا ألون الدراع بتاعه، فطبعا عشان اللون بتاعي إذا أنا كملت بالفرشة هيفرش بره الدراع، فهبدأ أضغط حرف L وأعمل سيلكشن باللاسو تول على المكان بتاع الدراع بالظبط، بحيث إن أنا لما أجيب البراش بتاعتي وأعمل لاين هيبقى اللاين بس مرسوم بداخل الدراع بالشكل ده. أيوه كده، وهلون بردك المفصلات بتاعته دارك في نفس الكالر بتاعها، فكده قدرت إن أنا أعمل سيلكشن بداخل الدراع فاللون ما يفرشش بره. كل ده انا مازلت شغال على اللوكال كالر بتاعتي. طيب انا نوعا ما عجبني شويه اللوكال كالر، فهبدا ان انا اضغط على اللير بتاعت الشادو وابدا ان انا اشتغل على الشادو بتاعي شويه في اماكن خلاص اساسيه 100% يكون فيها شادو بوضوح، يعني زي مثلا الاماكن القريبه للارض، الاماكن اللي تحت الدراع،
الجانب انا اخترت هنا حالة اضاءة معينة، يعني مثلا اخترت ان الجانب اليمين هيكون دارك والجانب الشمال هيكون فيه اضاءة، فخلاص انا عرفت ان الجانب بتاعي دوت هو اللي هيكون فيه اكتر شادو، فهبدأ ان انا ادي الشادو دايما في الجانب الايه الجانب اليمين دوت. هعمل بلند مود بتاعي ملتبلاي وهقلل الاوباستي بتاع اللير شوية. ملتبلاي بيخلي اللون الاسود بس في اللير هو اللي يأثر على اللي تحتها، يعني لو عملت على اللير ديت لون ابيض مش هيجرى حاجة. هبدأ ان انا اقلل الاوباستي شوية، وهنا بقى تظهر قوي الفايدة بقى بتاعت الديجيتال، ان انا ابدأ ان انا امسح شوية من الحاجات بتاعت الشادو. يعني خدنا بالنا ان انا اديت شادو مساحات كبيرة وكتل كبيرة في الاول، وبعدين ببدأ امسح شوية شوية. هبدأ ان انا اعمل سيليكشن مثلا على الايد في الاماكن معينة، وابدأ ان انا ازود عليها الشادو شوية وهكذا. فبيبقى في عندك مساحة واسعة جدا ان انت تقدر تتحكم في الايه في الشغل بتاعك. يعني شوف ضربت ضربة فرشة على العين الاتنين بتاع العين، وبعدين بدأت امسح من الجزء بتاع الواجهة بتاعت العين. ناخد بالنا ان كل دوت احنا مازلنا شغالين فقط على الشادو، كل تفكيرنا حاليا الظل، الظل هيكون عامل ازاي. وطبعا عشان تفهم الظل والنور كويس لازم تجرب في الاول على اوبجكتات بسيطة زي مكعب كورة حاجة زي كده، وبعد كده مع الوقت هتبدأ تبني في دماغك بقى فكرة ان خط النور جاي من هنا، فبالتبعية هنا هيكون شادو، وهكذا لكل الاوبجكتات اللي انت بتشوفها قدامك. طبعا زي ما انتوا شايفين هي براش واحدة بس اللي انا شغال بيها، انا ما غيرتش البراش بتاعتي. هنا مثلا الاماكن بتاعت السوكتس بتاعت العين اللي داخله لجوه طبعا هيكون فيها شادو ظل، فبدأت ان انا ارسمه. وزي ما قلنا من الاول الجانب اليمين هيكون دارك تمام، والجانب الشمال هيكون فيه اللايت او الاضاءة اللي جاية من هنا. ده السيناريو بتاع الاضاءة اللي انا محدده من قبل ما ابدأ اشتغل خالص، من قبل ما ابدأ اعمل اي شيء. وطبعا طول ما انا شغال ابدأ مثلا ان انا ازود في الاوباسي بتاع اللير بتاعت الشادو شوية عشان اشوف الشادو تأثيره عامل ازاي، وابدأ ان انا امسح في حتت بالاستيكة او المحاية الناعمة بتاعتي، وازود الشادو بتاعي في اماكن تانية. بمجرد ان انا ابدأ احس ان في عندي شادو مقبول هبدأ اعمل لير جديدة واسميها لايت كولر، واعملها البلندنج مود بتاعها كولر، وهبدا اجيب البراش بتاعتي وابدا اختار الوان بقى. يعني مثلا انا هنا عارف دايما ان في الليل الشادو بيكون رايح للون الازرق، الكاست دايما بيبقى لونه ازرق في الليل، والناحيه التانيه مثلا هيكون في سيناريو زي نار او حاجه زي كده هتدي كاست اورنج شويه او احمر شويه من الكولر الناحيه الشمال اللي فيها الاضاءه. فهبدا ان انا اعمل كده دايما. برضك الشادو بتاعي ما يبقاش اسود يا جماعه، يعني دي غلطة دايما الناس بتقع فيها في البداية ان بيخلي الشادو بتاعه اسود. لا يا جماعة الشادو دايما ليه لون. طيب هنا انا حسيت بلون اضاءة مقبول، فابدأ ان انا اعمل لير جديدة واسميها هايلايت. ونلاحظ دايما ان انا بعمل الحركة اللي عملتها في الاول خالص بتاعت الماسك، ان انا بعمل سيليكشن على اللير بتاعت اللوكال واعمل ماسك، بحيث ان انا لما ارسم على الهايلايت مثلا هنا مثلا بعمل على كده ما بتخرجش بره الكاركتر بتاعي او الرود اللي انا برسمه. نلاحظ دايما ان انا لما بعمل لير بوصل لمرحلة مقبولة فيه وبعدين بنقل على اللير اللي بعده. يعني عملت الشادو وصلت لمرحلة مقبولة وقمت رايح عامل اللايت كولر، وصلت لمرحلة مقبولة قمت رايح عامل الايه الهايلايت، الهايلايت اللي هي خطوط الإضاءة اللي بتلسع على الأوبجكت بتاعي. طبعا طبيعي جدا ان انت تكون حاطط ريفرنس ماتيريال قدامك الناحية التانية بتشوفه مثلا وانت شغال، هتستفاد منه ريفرنس ماتيريال ازاي الإضاءة بتأثر على المعدن وحاجات زي كده. ده شيء يعني حاجة ما تخجلش منها. يعني معلومة عن المعادن ان بيبقى فيها لسعات اضاءة قوية، فبدأ ان انا ايه احاول ان انا احاكي حاجة زي كده. هاجي في الجنزير مثلا اعمل نفس الموضوع لسعات اضاءة شديدة قوي، وطبعا في الناحية بتاعت الشادو هيكون الاضاءة اخف وواخدة تنت برضك رايح للون الازرق. هنا البراش اللي انا اخترتها رفيعة عشان اقدر ادي الاحساس بتاع الريم لايت او اللسعة الرفيعة قوي بتاعت الاضاءة على الايه على المعدن، ودي اللي بتبدأ بقى هنا تحس ان بدأ يظهر في شغل 3D شوية يعني في الموضوع. طبعا زي ما انتوا شايفين الموضوع هو layers بتبني على بعضها واحدة واحدة. هبدأ اعمل هنا selection على العين ومرحل اللوكال وجايب command M او control M، هجيب الكيرفز زي ما انت شفته واعلي الاضاءة بتاعت اللون دوت، فيبدأ يديني الانعكاس القوي للواجهة بتاعت العين لان هي اكتر حاجة متجهة للايه للسماء. فايدة بقى الليرز ايه؟ انا حالا رجعت للشادو وبدأت ان انا اغير فيه واضيف عليه حاجات في اماكن معينة وهكذا. انا خلاص بقى يعني انا بدأت عملت 3 ليرات مقبولين وبعدين ايه او 4 ليرات مقبولين، وبعدين بدأت ان انا اعدل فيهم كلهم لحد ما اوصل للكومبينيشن او التوليفة والخلطة اللي انا ايه اللي انا عايزها. طبعا من فوائد الديجيتال ان انت ممكن تستخدم صور، زي ما انا مجمع مجموعة صور هنا
هبدأ ان انا اختار صورة منهم مثلا واستخدمها كتكشر عندي، فهجيبها هنا واعمل عليها ماسك وهفتح القفل اللي ما بين صورة الماسك وصورة اللير. ده هيخليني اتحكم في الصورة زي ما انتم شايفين، طبعا كوماند تي عشان اعمل سكيل، اتحكم في الصورة بدون ما اتحكم في الماسك بتاع اللير. فهبدأ ان انا احرك الصورة وفي نفس الوقت هي متفرغة من الاوبجكت بتاعي. طيب ما عجبنيش شكلها مثلا في اللايت، هبدأ اخدها للجانب اليمين اللي هو الجانب بتاع الايه بتاع الشادو، وهمسح المكان بتاع الدراع عشان ما يبقاش التكشر مأثر عليه، وهجيب واحد تاني وهعمل نفس اللي انا عملته، هلعب شوية في الكالر بتاعه وهبدأ ان انا ايه اعدله عشان يبقى واخد الجانب الشمال بتاع الروبوت بتاعي، وهبدأ امسح طبعا مكان الايد لان انا عايز اعمل له اكساء على الجسم بتاع الروبوت بس، الجسم بتاع وولي بس، وممكن طبعا اقلل في الاوباستي شوية. هبدأ ان انا اعمل لير جديدة سميها ريفليكشن ريف، وهجيب البراش بتاعتي ودي لساعات قوية للون ازرق بس رايح للوايت قوي كأنه عكس نجمة مثلا او حاجة زي كده. طبعا عشان يعني هي عدسة فهتعكس لون السماء، فهو مرايح مثلا على اللير بتاعت اللايت كالر مثلا، وابدأ ان انا ايه ادي على العين لون ازرق عشان يبقى كأنها واخدة الانعكاس بتاع اللون بتاع الايه بتاع السماء. طبعا لون ازرق فاتح عشان يبدأ يديني تأثير قوي في العينين. وهنا هعمل لير جديدة وهسميها بي جي اختصار لباك جراوند، واللير دي هتكون هي الارضية بتاعته او الحاجات الخردة اللي هو واقف عليها، وهعمل لها فيل بلون ازرق طبعا زي ما قلنا، وكل حاجة واخدة كاست ازرق من السماء، وهجيب صورة واعمل عليها الماسك بتاعي وابدأ ان انا اعمل نسخ منها واجمعهم كلهم بحيث ان هم يكونوا فوق اللير، واختار مثلا بلندنج معين وادمجها معاها، وهعمل لير جديده تحت وابدا ان انا احط عليها الوان. طبعا في الغالب هتكون الالوان الكاست بتاع الباك جراوند كلها ازرق زي ما احنا شايفين. طبعا اي سما بيبقى فيها موضوع ان اللون اللي فوق بيبقى دارك واللون اللي تحت القريب للارض بيبقى فاتح شويه، هبدا ان انا اجيب تكشر بردك لنجوم وامسح منه عشان الدنيا ما تبقاش زحمه قوي. وكل الحكايه بقى دلوقتي تظبيطات بقى، يعني فاين تونينج للموضوع كله وكلر كوركشن. ضفت عليها طبعا تكشر عشان يديني الستايل الفانتج القديم بتاعي، وهي عملت color creation بسيط جدا جدا عشان امسك الالوان بتاعتي مع بعضها. طبعا الهدف من الموضوع كله ان انتوا تاخدوا فكرة عامة على الطبقات والليرات بتشتغل ازاي، الماسكس ايه فايدتها، والبراشز تشيلوا بقى من دماغكم الوهم بتاع البراش اللي بتتخلص كل حاجة دي. يعني زي ما شفتوا كل شغلنا كان ببراش واحدة بس. طيب ريم بتسأل ازاي استخدم اللايرز والماسكس في التلوين والرسم على الفوتوشوب او باقي برامج الرسم. ان شاء الله الفيديو يكون موضح الدنيا عاملة ازاي، واحنا هنا اتكلمنا برضك عن خطوط عامة للموضوع، وهنرجع بعد كده نفصل بقى بروقان. لو في حاجة مش واضحة مثلا فما تقلقش، هنتكلم عن كل حاجة لوحدها براحتها. جلال: لا اقدر ابلش بالرسم، ما هي الدروس اللي لازم اتعلمها مثل التشريح وغيره؟ طبعا هتفرق انت عايز ترسم ايه. اساسي هيكون عندك رسم المنظور والاشكال الاساسيه، بعد كده رايي تبدا تتعلم شويه عن التشريح وشويه مثلا عن الالوان والظل والنور، دول يعني حاجه واحده. بعد كده تشوف هتخصص فيه، يعني مثلا لو هتخصص في التحريك تكون مثلا محتاج ان انت تفهم تشريح اكتر من ان انت مثلا تفهم الالوان وهكذا. طيب كيف اقدر ارسم صوره بشكل اني احركها بالمستقبل على افتر افكت؟ يعني بتقطعها، يعني مثلا لو كاركتر هيكون الدراع لوحده، الجسم لوحده، الراس لوحدها وهكذا، ولو مشهد مثلا يبقى هيكون الخلفيه لوحدها والاوبجكتس اللي عندك في المشهد لوحدها. اتمنى منك ان انت ترفع الفرش اللي انت بتستخدمها. ان شاء الله نتكلم عن الفرش براحتنا، ونتكلم برضك امتى نستخدمها وامتى تكون مفيده، ونتكلم عن ان امتى تكون مؤذيه لان هي اوقات بتكون مؤذيه. طيب اسلام بيقول: يعني لو تتكلم عن البراشز بشكل عام كيف تختار الانسب من ناحيه الحجم والشكل كل براش وكده؟ يعني لينا قاعده ان شاء الله اسلام نتكلم في الموضوع ده يعني براحتنا، اتفقنا؟ طيب فادي كان بيسال: ايه الافضل، التابلت اللوحي اللي هو مثلا الواكوم او الهيون او الاكس بن، ولا الايباد برو بالقلم للديجيتال ارت؟ هتلاقيني اتكلمت عن التابلت هنا في الفيديو دوت، لكن باختصار لو هدفك رسم وسكتشنج يبقى الايباد اختيار موفق جدا مع فرق السعر طبعا لان الايباد غالي. لو هدفك بقى ان انت تطور الموضوع وتعمل شغل بروفيشنال يبقى لازم وجود تابلت تشتغل عليه مع الايباد او من غير الايباد، يعني مع كل مميزات الايباد في الرسم لكن مازال مراجعه الشغل على شاشه الكمبيوتر شيء مهم جدا واساسي جدا، فالتابلت مهم، الايباد يجي بعد كده. طيب يلا بتقول: لو لسه بادئه في الرسم الديجيتال اجيب اللابتوب ولا تابلت افضل؟ مهم يكون عندنا لابتوب وتابلت رسم زي دوت مثلا،
تمام بيتوصل على الكمبيوتر. طبعا الانواع الاشهر الثلاثه اللي هم واكوم واكس بن وهيون، طبعا مع فرق الامكانيات والاسعار للثلاث انواع. طيب احمد هاني بيقول لو رسمت سكتش على الورق وصورته ودخلت على البرنامج وحبرته ولونت فوقها، هل الطريقه دي صح للشغل ولا لا لاني برسم بالموبايل؟ طبعا الكلام ده اللي انت بتقوله صح جدا، ما فيهوش اي مشكله، بل بالعكس يعني لو انت بادئ في الديجيتال وانت شاطر في الرسم انصحك ان انت تبدا تشتغل على ورق وتعمل نفس البروسيس اللي انت حكيت عنها ده ببساطه، نفس الفيديو اللي احنا عملناه، بس هنشيل بقى الرسم السكتش اللي بدات بيه بتاع وولي وتحط السكتش بتاعك وهتعدل فيه شويه في الفوتوشوب بحيث ان هو يكون اللاين اوضح شويه. وطبعا لو الستايل كرتوني فهنحتاج ان احنا نعيد رسم على الخطوط الاوت لاين بتاعك. طيب معاذ بيقول ازاي نرسم خلفيه جميله زي ديت واختيار الوان التظليل بحسه معقد شويه. هي بصراحه انا اتشرح لي مثلا الكالر ثيري كتير جدا ما فهمتهاش غير لما طبقت عليها بطريقه معينه، يعني اصبر عليا كده وانا هقول لك ازاي بالتفصيل الالوان ديت لما نوصل لها كده، هقول لكم على حاجات يعني هتفيدكم جدا. طيب علاء بيقول لو تحكي يا ريت تحكي عن الستايلات والظل والنور بالتفصيل وشكرا. طبعا لازم 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 لينا قاعده في الموضوع ده. انا قريت في كتاب بتاع سيرفايفل كيت ان المفروض ان انا اتقن الرسم الاول وبعدين ابدا اتعلم ازاي احرك. في ناس ثانيه بتقول لا اتعلم تحريك وانت بتتعلم الرسم وذاكر الاثنين مع بعض. انهي الصح وايه المسار المفروض امشي عليه في مذاكره الفريم باي فريم؟ بص انت عمرك ما هتحس ان خلاص انت اتقنت الرسم، كلمه اتقنت الرسم ديت، او خلاص اتعلمت الرسم اخش بقى ايه على الانيميشن. مسار التعليم عمره ما كان مسار مستقيم يعني من هنا لهنا، لا خالص، بل بالعكس يعني اكتر المسارات المتعرجه هي الاكتر نجاحا، يعني لانك بتعدي على حاجات كتير وانت شغال. الرسم حرفه ومهاره بتتنمى زيها زي اي حاجه تانية، فباختصار اعمل اللي تحبه في الوقت اللي تحبه، يعني شويه رسم وشويه انيميشن، المهم ما تبطلش شغل وما تبطلش تعليم. راشد بيقول دايما بشوف سكتشات متفسره جدا حتى لو كام طبقه لون، مش فاهم ايه القاعده اللي بيبني عليها سكتش زي كده علشان في الاخر بيكون بالوضوح دوت. طبعا في كلر هارموني رهيب هنا في الصوره دي، لكن الاهم في شغل البينتينج دوت ضم الاشكال اللي هو ميرجينج شيبس. كمثال شوف الحوض هنا مثلا، هتلاقي مكان الضوء مش محدد الحافه بتاعت الحوض، هتلاقي مخلي كله شيب واحد. الميرجينج شيب او ضم الاشكال ده من الحاجات المهمه جدا في البينتينج عموما. يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وباقي الاسئله اللي اتبعتت هتلاقوها في الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تعملوا لايك لو ما عملتوش، ولو ما عملتوش سبسكرايب يا ريت تسعدوني وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ولهنا اقول لكم السلام عليكم. السلام.